قال الله العظيم في كتابه الكريم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الأنبياء مرسلون من قبل الله، وهم على أخلاق رب العالمين، أي كما أن الله حينما يخلق الخلق لا يحتاج إليهم، لا يخلق الناس لأن مصلحة ما تصل إليه منهم، ولا يريد أن يستأنس بهم لأنه واحد أحد فرد صمد، ولا يخاف منهم في شيء، فلو أن الناس جميعا أطاعوا الله، هذه الإطاعة لا تنفع الله في شيء، لأنه غني من أن يصل إليه منفعة من نفسه، فكيف من غيره؟ ولا أيضا معصية الناس تضر الله. ذكرت لبعض الإخوة، قلت: هل أننا ننتفع بالشمس أو أن الشمس تنتفع بنا؟ هل يمكن أن نعطي للشمس منفعة؟ هل يمكن أن نضر الشمس في شيء؟ الشمس خلق من خلق الله، لا تضره خلافنا معها أو عداؤنا لها، ولا تنفعها أيضا إطاعتنا لها. الشمس خلق من خلق الله، فكيف بالله عز وجل؟ كما أن الله يخلق الخلق ولا يحتاج إليهم، ولا تنفعه طاعتهم، ولا تضره معصيتهم، كذلك الأنبياء يرسلون لا لمصلحة يرجونه من الناس. والشعار الذي يرفعه جميع الأنبياء لجميع الأمم: قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا جاي أعطيكم ما جاي أخذ من عندكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول النبيين ميثاقا وآخرهم مبعثا. هذا النبي أوذي بما لم يؤذ نبي من الأنبياء، ما أوذي نبي بما أوذيت. شنو كان يريد من الناس؟ مصلحة دنيوية؟ كان يريد من عندهم نسوان، أموال، عقارات؟ أبدا. حتى أن المشركين حينما جاءوا إلى أبي طالب وقالوا له: إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وأفسد شباننا، فإن كان يريد مالا أعطيناه أموال الكعبة اللي كانت نذورات تجي إلى الكعبة، الذهب والفضة، وإن كان يريد زوجة زوجناه أجمل بناتنا. جاء أبو طالب يوصل الرسالة، قال: يا ابن أخي إن القوم يقولون كذا وكذا. قال: يا عم والله إن وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني أعطوني المنظومة الشمسية كلها، على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أموت دونه، ما عندي مانع أموت. خو بتقول هذا ادعاء، الحسين مات قتل، ما كان يريد من الناس خير، ما كان يخاف من شر الناس. فالأنبياء يأتون وشعارهم: قل لا أسألكم عليه أجرا. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن انتقل المدينة وقامت الحروب بينه وبين قريش، قتل من قتل، بقي من بقي، جرح من جرح،
الجماعة قالوا هذا رسول الله تعب إلنا، يعني من وطنه طردوا، مسقط رأسه، مكة المكرمة، خاف منهم وأرادوا قتله، وخلى مكانه ابن عمه أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، وأربعين سياف حول بيته يردون يشوفون متى تشرق الشمس يهجمون عليه ويقطعوا تقطيعا. وكان حينما يخرج من مكة ويتسلق الجبل إلى غار، الغار الذي اختفى فيه غار ثور، كان ينظر إلى مكة يقول يا مكة والله إني أحبك. طلعوه من مكة، هجروا من مكة لمن؟ لهداية الناس. قال قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. صاروا ملوك، يعني الجماعة اللي لا اقتصاد عندهم، لا قوانين ولا مال، يعيشون في الشرف من العيش، صاروا ملوك. قالوا ما يصير، هل قد تعب إلنا وقتل من قتل، فخلي نجمع شوية فلوس ونعطي للنبي بدل رسالته، يعني نشوف مستوى عقولهم مع أنهم مسلمون. فأنزل الله قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. آية أخرى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة غير المحبة، أنا أحب واحد لكن ما أبدي حبي في أعمال، أحب، لكن المودة هو الحب والعمل الذي ينبع من الحب. تحب الحسين تبني بيت باسم الحسين، تسوي موكب باسم الحسين، تقول للناس تعالوا أنا الذي أدفع الأموال، لكن شاي أبو علي، زاد أبو علي، مسكن أبو علي، مو إلي، عمل تعطيها للحسين، وهذه هي مودة. أما واحد يقول والله أنا أحب الحسين، هذا مجرد الحب ما يكفي. في العلاقة الزوجية القرآن يقول وجعل بينهم مودة، يعني ما يكفي الرجال يقول مرت أحبك بس لا يقضي لها حاجة، لا يقدم لها هدية، لا يعتني فيها ولا يساعدها، شلون محبة؟ يمكن تكون محبة لكن مو مودة. المودة في القربى يعني مطلوب أن تسمعوا كلامه، مطلوب أن تطيعوهم. أجى واحد من الأصحاب، بعضهم ما كان مستوى عقليته مستوى رفيع، قال يا رسول الله قرباك أم قرباي؟ أجر النبي أن تود قرباك، شو دخل بالنبي؟ قال قرباك أم قرباي؟ قال بالقرباي إلا المودة في القربة. زين الناس شنو سووا بأهل البيت؟ طبعا أنواع، بعضهم سمعوا هذا الكلام، أطاعوا الله عز وجل، أطاعوا نبيه فيما قال في أهل بيته، وإطاعتهم لأهل البيت في منفعتهم في مصلحتهم. رب العالمين يوم القيامة يعاتب بعض عباده، يقول احتجت فلم تعطني، أنا احتاجت ما أعطيتني، مرضت فلم تعدني، ما جيت. يوم اللي أنا صرت مريض تجي يمي، يقول يا رب أنت جبار السماوات والأرض، شلون صرت مريض، شلون صرت محتاج؟ قال عبدي المؤمن احتاج وما أعطيته، صار مريض وما زرته، أو احتاج إلى دفاعك ما دافعت عنه. حينما نقول إلا المودة في القربة، المودة في القربة هي مودة لله، إطاعة الله. زين بعض الجماعة عاندوا أهل البيت منذ البداية،
من يوم اللي النبي كان موجود عاندوه، عاندوهم، خالفوهم، تكلموا عليهم، اتهموهم. بعض الجماعة اطاعوه. هاي الاطاعة انواع. شوفوا احنا دا نتكلم في موكب جديد، موكب الساقي. حقيقة الذين اقاموا هذا الموكب يدل من واقع عملهم انهم اصحاب همة عالية. خلال فترة قصيرة من الزمن يرتبون هذا المكان، إنارة المكان، وضع السواد على الجدران، وحتى السقف أيضا أسود، والتكييف، الترتيب. ترى هذا مو سهل، لكن مودتهم للحسين فوق طاقاتهم. ده نتكلم عن الإمام زين العابدين. الإمام زين العابدين، كيف نتبع الإمام زين العابدين؟ كيف نود الإمام زين العابدين؟ إمام عظيم من أئمة أهل البيت. الإمام بكلماته وزينب بدموعها أسقطوا إمبراطورية. إمام عظيم حتى بالمقاييس الدنيوية، إمام عظيم. كيف أكون أدي مودة مع الإمام زين العابدين؟ شوفوا احنا عندنا روايتين عن علامات المؤمن. رواية تقول علامات المؤمن خمس: صلاة 51، يعني صلاة الواجبة والمستحبة، المجموعة تصير 51 ركعة، والتختم باليمين، لأن الآخرين يتختمون بالشمال. حتى في الغرب تشوف الخاتم بالشمال عنده، احنا باليمين. اليمين نتوضى باليمين، نتعامل ويا الناس باليمين بشكل عام. اكو يسراويين، بس اذا واحد اجى دخل عليك تمد ايدك اليمنى، الا اذا ما كنت قادر ان تحرك ايدك اليمنى. اليمين نتختم باليمين. وبعد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الجماعة يوم اللي يصلون مع أن بسم الله الرحمن الرحيم أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية، بداية كل سورة، يعني كل سورة القرآن بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. يجي الله أكبر، الحمد لله رب العالمين. والروايات تقول كل أمر ذي بال لم يبدأ به ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، ناقص. أكل اللي تأكل يقول لك قول بسم الله الرحمن الرحيم، تركب بالسيارة بسم الله الرحمن الرحيم، تطلع من البيت بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة أولها بلا بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات المؤمن الجهر حتى في صلاة الظهر والعصر اللي هي صلاة إخفات، نقرأ السورتين لكن بسم الله الرحمن الرحيم نقولها عالية. الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة 51، التختم باليمين، تعفير الجبين. احنا نسجد على التربة، على التراب، نعفر جباهنا خضوعا لله وخشوعا. الإنسان وجهه بالنسبة إلى جسمه أقدس مكان، وأقدس مكان في الوجه الجبهة. لذلك النبي يقول لا تضربوا الحيوانات على جباههم، جبهة مباركة مقدسة. هاي الجبهة لله نخليها على التراب، تعفير الجبين. وبعد وزيارة الأربعين، هذه علامات المؤمن. بس علامات المؤمن الظاهرية، يعني تريد تعرف هل هذا الرجل الواقف يمك هل هو على مذهب أهل البيت أو لا. شوف يوم اللي يصلي خلي تربة يولا، يوم اللي يصلي صلاة الظهر بسم الله الرحمن الرحيم يقولها بصوت عالي ولا لا. هاي علامات المؤمن الظاهرية. ما عندنا علامات مؤمن واقعية باطنية. أنا أريد أعرف أنا مؤمن يولا، مو للناس، أريد أعرف هل أنا من المؤمنين أم لا. الإمام زين العابدين صاحب الذكرى
يبين أيضا خمس علامات من العلامات الواقعية الباطنية للمؤمن. جاه واحد يسأل الإمام ما هي علامات المؤمن؟ قال علامات المؤمن خمس: الورع في الخلوة، يوم اللي أنت وحدك ما حد يشوفك، ماكو كاميرات تسجل عليك، وبيدك الموبايل أو بيدك أي شيء إنترنت، هل تروح وراء الفسق والفجور والأشياء المحرمة عليك؟ الناس يوم اللي يشوفوك هو الكل يصيرون أنبياء، استغفر الله ربي أتوب. لكن يوم اللي وحدك شلون؟ هل تخشى من الله في الوحدة؟ الورع، الورع يعني الابتعاد عن المحرمات. يعني إذا كان واحد الناس يشوفوه ما يبوك، بس إذا ما كان أحد منا ومنك ما حد يشوفه يشيل الفلوس، هذا مؤمن؟ لا مو مؤمن، لأن من علامات المؤمن الورع في الخلوة. أنت قاعد وحدك، صاحبك ما موجود، تستغيبه تتهمه، هذه علامات المؤمن الورع. عندنا شيء اسمه ورع يعني الابتعاد عن المعاصي، وعندنا شيء اسمه أداء الواجبات، اثنيناتهم يصير تقوى. تقوى يعني شنو؟ يعني هذا الرجل يؤدي ما عليه من واجبات ويمتنع عن المحرمات، هذه يصير تقوى. الورع في الخلوة. وبعد الصدقة من قلة، يعني أنت عندك فلوس وتحتاج إلى هاي الفلوس، بس غيرك يحتاج إلى أكثر، تقدم إلى ولو شيء بسيط. لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. جاي يطلب من عندك حاجة، يريدك تعطيه فلوس يشتري بيت، ما تقدر، أعطيه بمقدار 10 على الأقل، ليه لما ينبات جوعان وانت شبعان. ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، مو من عدم. الصدقة من قلة. وبعد هاي مع علامات المؤمن، شوف شوف في نفسك هاي العلامات موجودة أو لا. والصبر عند المصيبة. أكو بعض الناس إذا خسر مال أو فقد عزيز أو رد فد مسألة ما صارت، يقوم يكفر بالله وبرسوله وبالأئمة وبكل شيء. صابر عند المصيبة. الإمام الحسين خرج إلى كربلاء وقال، شو يريد الإمام الحسين؟ يريد رضا الله، وقال رضانا رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يعني يوم اللي تنزل عليه مصيبة، مشكلة، يفقد له مال، شغل، دكان فتحه ما قام يربح به، ما يكفر، يصبر. الصبر عند المصيبة من علامات المؤمن. والحلم عند الغضب. غضب على ابنه ضربه كسره، غضب على زوجته ضربه، من مد يده إلى زوجته ليلطمها فقد مد يدا في النار. إذا هي متسامحة يوم القيامة حتى لو يستحق الجنة، أول شيء إيده تحترق بنار جهنم بعدين يدخلوا الجنة. غضبت امسك نفسك. الحلم عند الغضب. الصدق عند الخوف. يعني مثلا قامت معركة، العدو جاي قريب إلكم، لازم تكون صادق، بمعنى أن تقوم وقفة رجل واحد وتدفع العدو عنك. تذكرون أيام داعش اللي أخذوا الموصل وما في البنوك، وما كان في البنوك
كان ملايين من الأموال، نصف مليار من الأموال النقدية. عندنا علامات المؤمن ظاهرية، أريد أعرف هذا مؤمن يولا، شوف هاي العلامات الخمس موجودة عنده ولا لا. صلاة 51، هسه يقول فد واحد أنا ما متعود على صلاة 51، بس إن شاء الله تحاول بعض الأوقات تصليها، صلاة الليل على الأقل تصليها، وتعفير الجبين والجار بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا زيارة الأربعين. عندنا علامات الإمام زين العابدين يتكلم عن العلامات الداخلية، أنا أريد أعرف أنا منو، أنا شنو، أنا من أتباعهم يولا، يقبلوني ولا ما يقبلوني، هل أنا من المؤمنين أم لا. يقول الورع في الخلوة وحدك يوم اللي تكون، شوف عندك خوف من الله، حاسب حساب لله عز وجل، لو يوم اللي وحدك مو مهم عندك شو تسوي. الورع في الخلوة والصدقة من قلة، هذا كلام الإمام علي سلام الله عليه، حقيقة في الميزان كلش حلو جميل. لا تستحي من إعطاء القليل. أنا أحيانا صراحة تصير عندي مبلغ بسيط من المال، واحد يجي يطلب استحي أعطي قليل بس يعطي. لا تستحي من إعطاء القليل، فإن الحرمان إذا ما أعطيته أقل من، مثل ما قلت لكم واحد جاي يطلب شغلة كبيرة، يشتري سيارة، يشتري بيت، يتزوج، يطلب عندك مبالغ كبيرة ما عندك، على الأقل أعطيه بمقدار عشاء مال ليلته. ليس منا من بات شبعان وجاره جائع. الصبر عند الخوف حقيقة، لولا الشجاعة التي أبداها العراقيون في أيام داعش، أخذوا الموصل، كل موارد الدولة صارت بيدهم، من سيارات، من أموال، من ذهب وفضة في البنوك، نصف 500 مليون دولار عدا ونقدا في البنوك. حتى فيما بعد قلت ليش أنتوا هاي الأموال تخلوها تعتكروها تخلوها في البنوك، أعطوها للناس. بعدين واحد شافني قال يعني سيدنا هاي الأموال نوزعها بالشوارع، قلت له إيه أفضل من أنه تخلوها لداعش. ما كان بينهم وبين بغداد أي مانع، لكن رب العالمين خلاهم ما يفكرون في احتلال بغداد، ولو كانوا قد احتلوا بغداد، كربلاء والنجف ساقطة. ما الذي منع هؤلاء الإرهابيين من التحكم في العراق؟ شجاعة العراقيين، الصدق عند الخوف. أنت تخاف لازم تكون صادق. احنا عدنا في الروايات أن من الكبائر، من الذنوب الكبيرة، قتل النفس المحترم من الكبائر، شرك بالله من الكبائر، وبعد الفرار من الزحف. عدو أمامك، يقول فد واحد والله اختلفت ويا جاري وقفت قدامه، لا بالعكس، المطلوب ويا جارك، إخوانك المؤمنين، زملائك، بالعكس تتنازل لهم، لكن الصدق عند الخوف مع العدو. لا تخاف، الله يريد من أنبياء الشجاعة. ما عندنا نبي جبان ولا إمام جبان، ومن شروط الإمامة الشجاعة. يعني أنت لاحظ الآن إحنا قاعدين في مكان مكيف مرتب، الإمام الحسين قدامه 30,000 وحدة، حينما بقي وحدة 30,000. أو القاسم شاب لم يبلغ الحلم، 13 سنة عمره، ليش ما كان لابس خوذة على راسه، لامة الحرب على جسمه؟ ماكو، ما كل لامة بقد الأطفال، أطفال ما يحاربوا، الناس يحاربون عن الأطفال، دفاعا عن الأطفال، صغير ماكو خوذة بقد راسه ولا لامة حرب بقد، يطلع برا بن عالة. تدرون أنت الجنود عندهم أحذية خاصة لهم، هذا طالع بن عالة، ونعالة هم عتيق،
يخرج. شنو ينوي؟ ينوي الوصول إلى عمر بن سعد، ناوي يوصل لرأس الكفر، رأس الشرك، رأس الظلم، رأس الطغيان. هالألوف المؤلفة الممتلئ قلوبهم حقدا على رسول الله وأهل بيته، والسيوف بأيديها والرماح والسهام ما يعتني فيه، ويوم اللي ينقطع شسع نعلة مثل ما يقول حميد بن مسلم، هذا كان واحد صحفي عبيد الله بن زياد دازي اكتب له تقارير ساعة بساعة، يكتب له تقارير، خرج علينا غلام وجهه كفلقة قمر كذا، فانقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى، يعني شسع نعل الأيسر انقطع، ما اعتنى بذلك الجمع، كأنه كان يقول كلكم بقد نعالي وأقل، نعالي أشرف من عتبة. شجاع شجاع. قلت مرة، قلت حقيقة القاسم هنا مثل من؟ مثل الإمام علي سلام الله عليه، يوم اللي جاء ابن عباس في ذي قار قاعد يخصف نعله والناس جايين يبايعوه، يا أمير المؤمنين الناس تضروك، الإمام مشغول بنعاله، يا أمير المؤمنين هذا مو وقته. قال ما قيمة هذا النعل؟ أي بابا شند تحت، أقول لك عن سعر نعلك، طبعا هذا كلامي أنا، ما قيمة هذا النعل؟ قل لي. قال درهم أو أقل. قال والله لإمرتكم هذه أنا أزهد زاهد في هذه الإمرة، إلا أن أقل من هذا النعل، إلا أن أقيم حقا أو أدحض باطلا. عمليا القاسم هذا سواه أمام خطر حياتي بالنسبة إليه، قتل. ترى هالأيام القتل هم صاير سهل، صاير سريع القتل، سابقا سيف، جراحة، ضربة على الركبة، ضربة على الرأس، رمح بالخاصرة، ما يعتني، شجاع. والصدق كما يقول الإمام، الصدق في المواطن، هذه من علامات المؤمن، هذه علامات داخلية. زين، قلنا إن الأئمة سلام الله عليهم ورد بالنسبة إليهم أنه أجر رسالة رسول الله المودة في القربى، والمودة في القربى لمصلحتنا، دنيانا، آخرتنا. قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. اللي قال لا إله إلا الله حقا وصدقا صار ملك في الدنيا وفي الآخرة، الإمام علي. بعض الناس قالوا لا إله إلا الله تظاهرا نفاقا، هم صاروا ملوك، ملوك في الدنيا صاروا، بس في الآخرة ما عدهمش. الإمام علي سلام الله عليه قال لا إله إلا الله صدقا وعدلا، 5 سنوات حكم 50 دولة، صار ملك في الدنيا، ويوم القيامة لا يجوز أحد الصراط إلا من بيده صك من علي. الإمام زين العابدين من جملة الأمور المهمة اللي لازم دائما نخلي في بالنا، كان صادقا في دعواته. كثير من هاي الأدعية اللي واصلة إلنا، مو الإمام قاعد يكتب وطبع كتابه في الدعاء، يعني مثلا دعاء أبي حمزة الثمالي، هذا الدعاء العظيم الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان. أبو حمزة الثمالي شاف الإمام زين العابدين يقرأ هذا الدعاء ويتلوه في السجدة، فقعد قام يكتبه. صادق، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، من أين لي الخير ولا يستطاع إلا من عندك، لا الذي أحسن استغنى عن عونك ولا الذي أساء واشترى عليك خرج عن قدرتك. شوية يشتغل يحصل له شوية فلوس، يقول كد يميني عرق جبيني، الله مطي، قول الله، اتصلي اشكر الله أنه وفقك للصلاة، كن صادق يا رب.
خير من منه من الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء صحتكم وما توعدون، وفي السماء نجاحكم وما توعدون. مو ذا شوية نجحت قلت خلاص هذا من عندي أنا اللي محصله. وإذا صار مشكلة عندك هم تذبح على الله، الخير إلك والشر تخليه على رب العالمين، لا شر من عندك. شوف شو مسوي إبراهيم الخليل، مرة من كربلاء فانجرحت قدمه، رجلا انجرحت وقع فيه فطلع دم، فقال يا رب أمن ذنب أنا مسوي شيء مو زين استحقيت هذا شيء؟ قال لا، ولكن هنا يقتل ابن بنت آخر الأنبياء، هنا الحسين يقتل. يعني إذا شفت فريش الشر ارجع لنفسك. أنا يسألوني أحيانا الرزق ضيق علينا شو نسوي؟ أقول هاي الروايات قدامك، يقول استنزل الرزق بالنكاح، الزوج ما عندي فلوس الزوج ابدأ الله يطيب، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. استنزل الرزق بالحج، استنزل الرزق بالصدقة، حتى لو عندك قليل يومية خليلك في المقدار صدقة. واستنزل الرزق بالاستغفار، عمي عندك ذنوب وإلا رب العالمين كل هذا الكون خالق إلك، شمس إلك، قمر إلك، نجوم إلك، جبال إلك، وديان إلك، غابات إلك، حيوانات إلك، كلها إلك، الله ما يبقر عليك. أنت هذا قلبك مسوي أسود، الشمس الله خالقه برا، افتح لك كوة النور يدخل في غرفتك، أنت ساد الكوة، أنت هذا قلبك مغلق على الله، افتحها، افتحها على رب العالمين، شبيبة رحمة تنزل عليك. هذه علامات المؤمن التي يذكرها الإمام زين العابدين. حياة الإمام الدعاء والإخلاص في الدعاء والعبادة. كان يعبد الله حتى سمي بزين العابدين أو سيد العابدين، ومع ذلك ومع كل صلاة كان بين الصلاة والصلاة صلاة، بين الدعاء والدعاء دعاء، بس هم كان يتحمل مسؤوليته في المجتمع، وأنه قاعد في غرفة مغلقة الأبواب بس صلوات وركوع وسجود. العبادة معنى عام، معنى عام العبادة. سنويا كان 1000 واحد يربيهم الإمام زين العابدين، ثم عمره 57 يعني سنة أصغر من والد الإمام الحسين. كل سنة كان يشتري عبيد ذول يربيهم، يعلمهم، يزكيهم، بعدين يطلق سراحهم في المجتمع. يعني لو نفترض فقط 20 سنة من 57 سنة الإمام زين العابدين كان يقوم بهذا العمل، يجيب ناس عاديين يربيهم، علماء ربانيين، هذا أثر في المجتمع. كل واحد من عندهم كان شمعة تنير الطريق، إمام يهدي الناس إلى سواء السبيل، وكان أيضا يرفع راية المظلوم. الحسين قتل الوحيد من النبي إلى الإمام صاحب الأمر اللي زال حيا الذي قتل مواجهة هو الإمام الحسين. البقية واحد قتلوا غيلة الإمام علي، واحد بالسم. الإمام الحسين هو الوحيد الذي قتل في المواجهة، بس الأئمة حملوا راية الحسين، يجيبوا له مي يقول كيف أشرب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله عطشان، يعني يخلط دموعه بالمي بعدين يشرب. يجيبوا له طعام كيف آكل وقد قتلوا ابن بنت رسول الله جائعا. يمشي بالطريق يشوف لفات فد واحد قصاب ده يذبح له ذبيحة، يقول له أسقيته؟ قال يا ابن رسول الله نحن معاشر القصابين لا نذبح الذبيحة إلا بعد أن نعرض عليها الماء. قال فكيف قتلوا ابن بنت رسول الله جائعا عطشانا؟
حامل راية الحسين، قام بما أوجب الله عليه من جانب دين حقيقي. أنا مرة طرحت هذا السؤال، شنو كانت المشكلة في عهد الإمام الحسين حتى خرج على طاغوت زمانه؟ صلاة كانت موجودة، مساجد مفتوحة، الحج ما حد يمنعه، زين، تريد الصوم خليك صايم، البلاد الإسلامية قوية، ماكو منطقة محتلة من قبل دولة أجنبية، الرفاهية موجودة، شنو كانت المشكلة في عهد الإمام الحسين؟ الصلاة كانت موجودة، بس الصلاة كانت ضد الصلاة، الحج كان ضد الحج، الزكاة ضد الزكاة. ليش؟ لأن هاي الصلاة اللي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا فرق بينها وبين عبادة صنم. من خواص الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فاللي واقف ده يصلي وده يخطط لإجرام، لسرقة، لبوقة، لظلم، لطغيان، هاي مو صلاة. الحج اللي هو زينة للحاكمين مو زينة لله، رايح للحاج حتى الحاكم يفتخر، يقود الحجيج، الخليفة يقود الحجيج عاما والجهاد عاما. والجهاد حق شنو؟ الجهاد لتوسعة رقعة الحكم، ما تكفي الأرض اللي عنده، بس يريد من جيرانه هم ياخذ، هم يبوب. هدام كان هنا يحكم العراق، في نفط، في بترول، أرض خصبة، أيادي عاملة، عندك شعب. لا، الكويت هم يريد ياخذه، هذا يعني هذا يعتبر في سبيل الإسلام. توسع في الجغرافيا وتقلص في الروح، ولذلك الناس قامت ضدهم، وإلا كانت أوروبا اليوم كلها إسلامية. غزو، لكن غزو مو في سبيل الله. الحاكم يصعد هارون العباسي على سطح بيته يشوف الغيوم، يقول أمطر حيثما شئت فإن خراجك عندي عين على المال، لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. عندك ما عندك، هم بعد الدور زكاة عند الحاكم، الضريبة عند الحاكم، وين الفقراء، وين المساكين؟ كانت صلاة موجودة لكن ضد الصلاة، كان الحج موجود لكن ضد الحج، كان الصوم موجود لكن ضد الصوم. الإمام الحسين أعاد الروح إلى الصلاة، أعاد الصلاة إلى الصلاة، أعاد الزكاة إلى الزكاة، أعاد الحج إلى الحج، أعاد الإيمان إلى الإيمان. مو قضية الدنيا فقط، الدنيا تنتهي بعد 50 سنة، قول بعد 100 سنة اللي أستبعد لو تجي في هذا المكان ولا واحد من ذول الحاضرين موجودين، كلنا تحت التراب. دنيا أيام، ممر، خذوا من ممركم لمقركم. عيونهم كانت على الدنيا، ملئت بطونهم من الحرام، كما قال الإمام الحسين، ملئت بطونكم من الحرام فأنساكم الشيطان ذكر الله. يوم اللي تأكل حرام اعرف أن هذا الحرام يمنع قلبك من أن يدخل فيه الإيمان. لا تقول ما حد شايفني وهذا أكل، شنو الفرق بيني وبين المؤمن اللي يأكل؟ لا، إلى تأثير روحي. ملئت بطونكم من الحرام، الإمام الحسين قام لأجل الروح الدين، لأن الله لا يريد منا القشور. أنت يوم اللي تروح تشتري فواكه من اللي يبيع الفواكه، تشتري قشر الموز، قشر التفاح، قشر البرتقال، قشر العنب، الروح الدينية ما كانت موجودة. والدليل على ذلك يطلع لك فد حاكم نزق مغرور عمره 35 سنة، ويطلب البيعة من الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه وأرسل إلي رأسه. يا أبا خلي هذا الحسين يعبد ربه ويهد الناس إلى سواء، لا لازم يبايعني، يعني يبيع نفسه إلي.
الحق المطلق يبيع نفسه للباطل المطلق. واحد مرة سألني قال ليش الحسين خرج حتى يقتل؟ قلت لأنه قتل. شوف إيش قد كان ظلم وطغيان أن واحد مثل إمام الحسين يقتل ويجرون عائلته وهم حرائر رسول الله 40 منزل يعني من العراق ولبنان وتركيا وسوريا، 4 دول جرجروا بيهم قافلة الأسرى. شوكيت هالأيام، هذه الأيام كانوا يجرجرون بيهم بالصحاري، وكل مكان هم يروحون يسوون احتفال انتصار أمير المؤمنين على من؟ على النبي. هذا انتصار اعتبر على رسول الله. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا. ما جاي يريد من عندك فلوس، يريد يطيك. ما جاي يريد من عندك الدافع عنه، هو يدافع عنك. ما جاي يريد من عندك شيء، ما يحتاج لك وإلي. كما ذكرنا الله يحتاج إلى عبادة الله، الشمس ما تحتاج إلنا ولا تضرها معاصي، فكيف بالله؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هم ناس ملتزمين ما يخالفون أمر رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.